بهز الطفل وبزعق شوية وأشوف في استجابة ولا لأ. لو مفيش استجابة بشوف في تنفس ولا مفيش، أفتح مجرى التنفس، أزق الراس لورا وأرفع الدقن لفوق. لو مفيش تنفس ببتدي أدي نفسين في البق عشان يرفعوا الصدر. بعد كده أبتدي أعمل المساج. المساج بستعمل صباعين بس، وبتك على القفص الصدري في الخط تحت الخط الواصل بين الحلمتين، 30 ضغطة وبعد كده نفسين، واستمر كده لمدة دقيقتين وبعدين اطلب الاسعاف.